بسم الله الرحمن الرحيم، وبين نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. مكملين مع بعضنا إن شاء الله. النهاردة هنتكلم على حديد القواعد المسلحة. القواعد المسلحة عندنا كام نوع من القواعد. في عندك قواعد منفصلة، هنتكلم عليها إن شاء الله بالتفصيل الحلقة دي، وبقى عندك سملات إن شاء الله هنتكلم عليها الحلقة الجاية. السملات بتربط القواعد المنفصلة ببعضيها، ويبقى عندك نوع تاني اسمه القواعد المشتركة. دي اللي بتضم القواعد المنفصلة، كل قاعدة بتشيل عمود. القواعد المشتركة ممكن تلاقي قاعدة واحدة فيها عمودين ثلاثة. وعندنا قواعد شرطية، دي بتبقى غالبا معمولة عشان تشيل حوائط أو سوار. هنتعرف مع بعضنا واحدة واحدة كده على حديد كل نوع إن شاء الله. النهاردة هنبدأ بالايزوليتد فوتينج، القواعد المنفصله. تعال نشوف شكلها كده في الطبيعه. اللي حضراتكم شايفينه دي القاعده المنفصله اهي، كل قاعده هتلاقي فوقها عمود، كل قاعده شايله عمود. هو طبعا هي معزوله اهي، معزوله ببوتومين. كل قاعده فوقها عمود. القواعد نفسها مربوطه بميد او سملات زي ما حضراتكم شايفين في الصوره كده. تعال نشوف صورة تانية اهو، زي ما حضراتكم شايفينها كل قاعدة اهي، حتى الحدادة بتاعت العمود طالعة منها اهي، والقواعد مربوطة بسملات زي ما حضراتكم شايفين. والصورة التانية اهي برضو قواعد، في قاعدة شريطية كبيرة اهي اللي قدام حضراتكم دي، طالع منها اشارة الحيطة زي ما حضراتكم شايفين. تعال نشوف صورة تانية، دي صورة اهي للقواعد المنفصلة. دي قاعدة منفصلة اهي، اللي بالاصفر اللي تحتها دي الخرسانة العادية ليها، او ممكن تبقى فرشة نظافة، او برضو بتشيل في الاحمال ايا كان، مش ده موضوع حلقتنا. واللي فوقها دي القاعدة المسلحة، واللي فوقها دي العمود. الصورة اللي معانا بعد كده بتبين القواعد وهي مربوطة بالسملات او مربوطة بالميد. ادي القواعد اهي، ومربوطه بالميه ده اهي، دي الميده ودي القاعده. الربط ده بيبقى ليه؟ القواعد دي كلها طبعا كل عمود حمله غير التاني. من الوارد ان ممكن يبقى عندي عمود مثلا عليه وليكن 30 طن حمل، وعمود تاني وليكن عليه 20 طن حمل. فلو العمود ده مثلا عليه 30 طن والعمود ده مثلا عليه 20 طن، فمن المحتمل ان العمود ده يحصل هبوط للقاعده بتاعته اكبر من الهبوط اللي ممكن يحصل لده. ولما باجي اتكلم عن هبوط، احنا بنتكلم عن كم ملي، حاجه بسيطه قوي يعني. ف بعمل ايه؟ ممكن يحصل شروخ في الكمرات او في اللصق في اللي فوق الاعمده دي. فبعمل ايه؟ بربط القواعد دي بميد عشان تخلي القواعد كلها تبقى متناسبة في الهبوط مع بعضيها. يعني تخلي القاعدة دي لو جت تهبط، لا هي مربوطة بسم الله حواليها، بسم الله ده وبسم الله ده، وحواليها برضو على الجوانب بسم الله، فالسملات دي تمنعها من الهبوط. فالمنشأ كله بيشتغل وان يونت مع بعضيه، وحدة واحدة متكاملة، تمنع الهبوط الغير متناسب للقواعد بالنسبة للتانية. تمام. عايز اوريكم صورة لشكل المخطط او شكل الرسومات اللي القواعد بتيجي فيه. الرسمة بتجيلك زي كده، بتبقى دي المحاور، اللي بالاحمر دي المحاور، واللي بالاصفر دي القواعد العادية اهي، واللي بالاخضر دي القواعد المسلحة. كل والعمود اهو، يعني دي كده قاعدة، دي كده قاعدة، دي كده قاعدة، ودي قاعدة اهي، وقاعدة اهي. هو ده بيجيلك في الرسم او المخطط بتاعك، بتبقى شكلها بالطريقه دي. بيبقى فوق كل قاعده حاطط لك قاف كام، قاف 4، قاف 6. ايه قاف دي؟ اختصار كلمه قواعد. بيبقى حاطط نموذج للقواعد، قاف 1، قاف 2، قاف 3، قاف 4، نموذج ايا كان على حجم بيتوقف على حسب حجم المشروع. كل ما كبر، كل ما النماذج زادت، بيجيب لك هو جدول بقى يقول لك ان قاف 6 دي، يجيب لك التفاصيل بتاع قاف 6 كلها، عشان مش هينفع يكتب مثلا قاف 6 دي على الرسم، مش هيعرف يكتب لك عليها هي كام في كام، مش هيعرف يكتب لك عليها هي تسليحها شكله عامل ازاي.
مش هيعرف يكتب لك عليها القاعدة العادية بتاعتها، شكلها هيبقى يعني أبعادها كام في كام وسمكها كام، فاللوحة كده بالشكل ده تبقى مزدحمة جدا. فعشان كده هو لا بيكتفي على الرسمة ان هو يسمي لك القواعد قف 6، قف 1، قف 2، ويسمي لك الميد او الميدات، ميدا 1، ميم 1، ميم 2، ميم 3. وبيجي بعد كده في الجدول زي اللي حضراتكم شايفينه ده، ادي جدول اهو، يجيب لك التفاصيل بقى مثلا بتاع قف 1. قف 1 ايه؟ يقول لك والله التفاصيل بتاعتها بالنسبة للخرسانة العادية طول 42 في عرض 42 في ارتفاع 15 سنت، والخرسانة المسلحة بتاعتها 2.10 في 2.10 في ارتفاع 60 سنت، التسليح الطولي بتاعها 7 في 12، والتسليح العرضي 7 في 12. يقول لك مثلا قف 5 4.5 في 4.5 في 15، المسلحة بتاعتها 24 في 24 في 80 سنتي، التسليح بتاعها 7 في 22 في اتجاه، و7 في 22 في اتجاه تاني. تعال مثلا نشوف قاعدة زي قف 10 اهي. قف 10 بيقول لك العادية بتاعتها 2 متر في 1.80 متر في ارتفاع 15 سنت، المسلحة بتاعتها بتبقى كش عنها طبعا 15 سنتي اللي هي الرفرفة، غالبا الرفرفة دي انا اسف، القواعد العادية بتعمل رفرفة عن القواعد المسلحة عشان تنقل الحمل، وده اتكلمنا فيه كتير قبل كده. الرفرفة دي بتساوي ايه؟ الرفرفة دي بتساوي ارتفاع الخرسانة العادية، ارتفاع الخرسانة العادية. تعال نشوف نفس الجدول كده، قف 10 2 في 1.80 متر في 15 سنتي، والمسلحة بتاعتها 1.70 متر في 1.50 متر في 80 سنتي، التسليح السفلي بتاعها 6 في 16، والتسليح العرضي 6 في 16، وفي تسليح علوي 6 في 12 و6 في 12 في الاتجاهين. ده الشكل اللي بيجي لك عليه القواعد، بيجي لك رسمة زي كده، والرسمة بيبقى عليها نموذج، والنموذج بيبقى معمول جداول شرح لك فيه النموذج. تعال نشوف بقى شكل الحدادة، وده اللي يهمنا. القاعدة طبعا عبارة عن مكعب او عبارة عن مستطيل بسمك معين في الارض، اي زي ما حضراتكم شفتوا الشكل، بيبقى زي ما حضراتكم شايفين كده. الحدادة بتاعتها بيبقى شكلها ايه؟ بيبقى شكلها حرف اليو في اتجاهين زي كده، شكل حرف اليو او حرف ال بالتبادل، او حرف ال بالتبادل. تعال نشوف دي كده شكله حرف اليو اهو، اهو بيتحط كده زي ما حضرتك شايف اهو، اهو ده شكله حرف اليو اهو. الجنب التاني اللي هي النقط السودا دي بتبقى باينه برضو حرف اليو كده اهي، او حرف ال بالتبادل. هنعرف امتى بنعمل دي وامتى بنعمل دي. حرف ال بالتبادل ازاي؟ يعني لو عملت واحد الرجل بتاعتها على اليمين، تعمل التانية الرجل بتاعتها على الشمال، وهكذا. واحده رجل يمين واحده رجل شمال. الجنب التاني اللي هي اللي باينه نقط سودا دي، اللي بتبقى برضو نفس الكلام كده. تعال نشوف صورة تفصيلية اكتر اهي، زي ما حضراتكم شايفين اهي، القاعدة دي الشكل سيخ التسليح اهو، حرف اليو بيتكرر كده طول ما انت ماشي. شوف القاعدة دي مثلا فيها 30 سيخ، الجنب ده في الفرش بتحط ال30 سيخ، 1 2 3 4 لحد ما تخلص ال30، ونفس الكلام كده. او بتبقى حرف ال اللي بالتبادل، واحدة كده وواحدة كده وبعدين واحدة كده واحدة كده، زي ما انت ماشي كده او ماشي كده. تعال نشوف صورة، ادي صورة للفرش، بتفضل ماشي كده ماشي كده ماشي كده، وبعدين الغطا العكس كده اهي، تمشي كده. الاتنين موجودين، لو اتطبقوا على بعض بيكون التسليح بتاع القاعدة المنفصلة العادية. ده بمنتهى البساطة شكل تسليح القاعدة. تعال نشوف صورة كده من الواقع اهي، زي ما حضراتكم شايفين حرف اليو قدامك باين اهو، اهو حرف اليو، سواء للفرش، ده الفرش اهو، وده الغطا عمودي عليها اهو، ده تسليح طالع منها طبعا اشير العمود زي ما حضراتكم شايفين كده. ده بمنتهى البساطة شكل تسليح الاعمدة. بتعمل ازاي التسليح ده؟ الاول بيعملها بره على البنك، البنك ده يعني حاجة كده الحداد بيجهز عليها الشغل بتاعه، بيجهز التقفيصة بتاعته اسمها تقفيصة القواعد، بيجهز التقفيصة كلها على البنك بره.
وبعدين بينقلها، بيشيلها هو العمال زي ما حضراتكم شايفين في الصورة، يحطها في مكانها بالظبط، على حطها في مكانها بالظبط اللي المفروض تتعمل فيه. طبعا النجار بيبقى عامل المسندق القواعد بتاعته مظبطها زي ما شرحناها قبل كده ازاي بيعملها، تمام. المهم الحداد بيجهز الحدادة بتاعته بره الموقع او على البنك، انا اسف، على البنك بره المكان اللي هو يعملها فيه، وبيشيلها يحطها في مكانها بس زي ما حضرتك شايفين اهو، دي قاعدة مقلوبة. تعال نتكلم بقى في حتة مهمة بالنسبة لحديد التسليح، وده يعني مجال حديثنا النهاردة. امتى بعمل شكل الحدادة حرف اليو زي ما حضراتكم شايفين كده، وامتى بعملها حرف ال زي ما حضرتك شايف كده؟ اولا عايز اقول لك على حاجة، شايف المسافة من اول هنا لحد الاخر القاعدة، من اول وش العمود لاخر القاعدة، دي اسمها رفرف، يعني دي اسمها رفرف، دي رفرفة اهي. لو جينا هنا دي برضو اسمها رفرف، انا بتكلم على القاعدة المسلحة، دي اسمها رفرف. طيب عايز اشوف التسليح في الجنب ده هيبقى شكله عامل ازاي، بيقول لك في التسليح اللي في وشك ده هيبقى حرف اليو زي ما هو موجود كده ولا حرف ال. والله بيقول لك اذا كانت الرفرفة دي اكبر من او تساوي 60 الفاي، اكبر من او تساوي 60 الفاي، اعملها حرف ال زي كده، ال كده وال كده، واحدة كده وواحدة كده طول ما انت ماشي، واحدة اللي يمين واحدة اللي شمال، واحدة اللي يمين واحدة اللي شمال، ده لو كانت الرفرفة دي اكبر من او يساوي 60 الفا، او الرفرفة طبعا في القاعدة متساوية، الرفرفة دي بتبقى الرفرفة دي اي قاعدة في الدنيا ما عدا قواعد الجار بتبقى الرفرفة بتاعتها متساوية، يعني العمود موجود في النص بالظبط، في النص من الاتجاهين، يعني المسافة دي قد المسافة دي، المسافة دي قد المسافة دي، والمسافة دي قد المسافة دي بالظبط، أي عمود بيبقى متسنتر في نص القاعدة ما عدا في قواعد الجار. طيب كده بالنسبة شفت الرفرفة دي اللي هي الرفرفة دي اللي عندي في الرسم، عايز خلاص الرفرفة دي طلعت أكبر من أساس 60 الفاي، خلاص عملت الشكل ده كده. طيب بتنقل الاتجاه التاني وتشوف الرفرفة دي أكبر من أو يساوي 60 الفاي ولا لأ، وبتيجي عامل الشكل، لو أكبر من تعملها ال كده، لو أصغر بتعملها حرف اليو، تمام. تعال نبص برضو كده اهي زي ما حضراتكم شايفين. تعال بس الاول نتكلم في الحتة دي تاني، كنت عامل رسمة كده اهي اهي، بص الرفرفة دي بتساوي ايه، ازاي اجيب الرفرفة؟ بتقول له ان عرض القاعدة اللي هو بي ناقص البي بتاع العمود على الاتنين، عرض العرض القاعدة كله ناقص عرض العمود على اتنين يديك الرفرفة دي، تقارنها بستين الفاي، لو طلعت الواضح في الصورة ان انا عاملها حرف اليو يبقى الرفرفة دي طلعت اصغر من ستين الفاي، يبقى اذا هتعمل الرفرفة دي اللي حضرتك شايفها بالازرق دي، اذا هتعمل شكل الحدادة في الاتجاه ده حرف اليو. طب تيجي عند الرفرفة التانية، جبتها ازاي الرفرفة التانية؟ ايه كابيتال ناقص ايه سمول على الاتنين، عطيتك الرفرفة دي، الرفرفة دي طبعا كله عندك في الرسومات، الرفرفة دي طلعت اصغر من الستين الفاء، خلاص يبقى المفروض التسليح في الاتجاه ده كده يبقى ايه، يبقى حرف اليو. طيب العكس الجنب الصورة التانية، الرفرفة دي والرفرفة دي طلعوا اصغر من طلعوا اسف اكبر من او يساوي ستين الفاء، يبقى مفيش مشكلة ان انا اعمل التسليح حرف ال تبادلي، حرف ال اهو، بس واحدة كده وواحدة كده. تعال نشوف الرسمة اللي بعديها، الرفرفة اللي بالازرق دي طلعت اكبر من او يساوي 60 الفا، فعملتها بالشكل ده حرف ال. طب الرفرفة التانية اللي باللون ده طلعت لا اصغر من 60 الفا، يبقى لازم تتعمل حرف اليو، وهكذا العكس اهو، تمام. تعال نشوف كده ليه احنا بنعمل الكلام ده، ايه الرفرفة ومش الرفرفة. ال دي المفروض المسافة من اول السيخ من هنا لحد هنا كده، دي المفروض تبقى اكبر من او يساوي ال دي. طيب المفروض انا بعملها ال دي ليه؟ انا عندي مكان اقصى عزم في النص، بس لازم الحديد يمشي بمسافة طول ترابط عشان يعرف يستحمل الاجادات وينقل الاجادات عندي، وينقل الاجادات عندي. طيب
لو المسافة دي لحد هنا كده خلاص انا مش هعمل رجل. لو المسافة دي حققت ال L دي معايا يبقى خلاص مش مستاهلة ان انا اعمل الرجل. يعني لو الرفرف طلعت اكبر من او يساوي ال L دي فخلاص السيخ كده عمل طول ترابط كويس مع الخرسانة، يبقى كده هو يقدر يشيل. وبعملها بالتبادل عشان دي قوية شوية. طيب ما الرفرفة طلعت اقل، لا يبقى لازم انا اعمل رجلة رجلة عشان احقق الشكل، عشان احقق طول الترابط ده، عشان احقق طول الترابط ده. طيب طب لو طلع المسافة دي زائد الرجل مش بيساوي ال ال دي، ودي نادرة نادرة يعني لما بتحصل، لا بتعمل بقى رجل تانية، يعني بتطلع برجل فوق كده وتمشي تاني كده شوية، وتمشي تاني كده شوية. ودي الديزاينر او اللوح بيبقى موجود فيها الكلام ده يعني، ودي نادرة لما بتحصل. شكل القاعدة اهي اللي معمولة، اللي تسليحها فيه الرفرفة اقل من ال ال دي، فبيبقى على شكل حرف اليو اهي، ودي بتبقى على شكل حرف ال ال. انت زي ما حضرتك شايف واحدة ال الرجل بتاعها من على اليمين والتانية من على الشمال، وهكذا بدل التاني الرجل من على اليمين وهكذا الاتنين بالطريقة دي. احنا قلنا بنعملها حرف اليو انت لما تكون الرفرفة اقل من 60 الفاي. لو كانت الرفرفة اكبر من 60 الفاي بنعملها شكل حرف ال ال بالتبادل. تمام، ده بالنسبة للاتجاهين، بالنسبة للاتجاهين. تعالوا نكمل كده مع بعضينا. اتجاه الفرش والغطا بقى، افرش في انهي اتجاه واغطي في انهي اتجاه. اتجاه الفرش بيكون في اتجاه الرفرفة الكبيرة حيث العزم الاكبر، والجانب الاخر يكون في اتجاه الغطا. طيب حضرتك تعال بس نشوف صورة كده. هو بيقول لك تفرش في انهي اتجاه، يعني احط الفرش ده، تعال بس نشوف الصورة كده. افرش ده الاول، احط الحديد ده الاول كده وبعدين اغطي عليه بالحديد التاني ده كده، ولا العكس افرش كده بالحديد ده واغطي عليه بالحديد الازرق ده كده. بيقول لك والله على حسب الرفرفة دي، الرفرفة دي لو اكبر من الرفرفة دي افرش كده. تمام، طب لو الرفرفة اللي بالازرق اكبر من الرفرفة اللي باللون التاني ده اللي باللون السيان ده، لا افرش في الاتجاه ده، يعني بتفرش في اتجاه الرفرفة الكبير. تمام، تعال نشوف كده ليه. الرفرفة دي يا باشمهندس اللي بالازرق دي لو هي اللي كبير معناها ان العمود الرفرفة دي العزم اللي على العزم اللي بي يعني القاعدة نفسها عليها حمل يونيفورم جايلها من التربه من تحت، رد فعل التربه ليها ده حمل يونيفورم. الحمل ده بيعمل عزم على الـ القاعده في الاتجاه التاني نتيجه حمل العمود. كل الرفرفه بتاعت العمود ما بتزيد، كل الرفرفه بتاعت القاعده ما بتزيد، كل ذراع العزم ما بيزيد، فكل ما يديك مومنت اكبر. طيب الرفرفه اللي بالازرق دي كبير معناها ان المومنت بتاعها اللي هو اللي ظاهر قدامك ده كبير، معناها ان هو اللي يستاهل ان انا احط فيه الفرش الاول، اللي يستاهل ان انا احط فيه الفرش الاول. طب والرفرفه دي لو هي اللي اكبر، الرفرفه اللي باللون السيان اكبر من الرفرفه اللي باللون الازرق، لا يبقى المفروض افرش في الاتجاه ده الاول. تمام، طب لو الاتنين قد بعض مش هتبقى فرقة بقى، افرش في انهي اتجاه، اي اتجاه فيهم زي ما انت عايز. وفي ناس بعض المصممين ومن ضمنهم انا لما بتيجي تصمم قاعدة منفصلة بتحاول تخلي تحط قانون عندك في الـ في الـ في الـ في, الـ في التصميم، قانون من ضمن قوانين التصميم ان تكون الايه ناقص الايه بيساوي ان البي الايه ناقص الايه بيساوي البي ناقص البي. ليه؟ لان بالطريقه دي لما انت تدخل المعادله دي في التصميم، لما خليت الايه ناقص الايه يعني الرفرفه بتساوي الرفرف في الاتجاه ده، الرفرف في الاتجاه ده بيساوي البي ناقص البي، معناها الرفرف في الاتجاه ده، انت كده خليت العمود خليت الرفرفتين متساويين بالظبط. بحاول انا وانا بصمم، وانا بصمم اي قاعده اخلي الرفرفتين قد بعض، عشان بعد كده في التنفيذ مش هتفرق تفرش وتغطي في انهي اتجاه. بس احنا طبعا مش هنعتمد على دي، كل ديزاينر وليه
وليه طريقته في الشغل يعني. فانت تبص كما الشغلانه دي شغلانه المكتب الفني، فهو بيبص يشوف الرفرف الاكبر ويجي فارش في الاتجاه بتاع الرفرف الاكبر. ده بالنسبه للفرش والغطا اهي، زي ما قلت تاني الرفرفه اللي هي ايه كابيتال ناقص ايه سمول على الاثنين تديك الرفرفه اللي باللون السيان، وبعدين بي كابيتال ناقص بي سمول تديك الرفرفه اللي باللون ال بي كاب اي كاب اللي باللون بي كابيتال ناقص بي سمول تديك الرفرفه اللي باللون اللزق. واذا كانت الرفرفه متساويه فان الفرش والغطا في اي اتجاه، يعني يعني تفرش الاول تغطي الاول، يعني تفرش في الاتجاه ده او الاتجاه ده في الاول فمش مشكله. تعالوا برضو ندردش في حته الفرش والغطا ده بالنسبه للعناصر التانية. طبعا في القواعد المسلحه المنفصله خلصنا منها. لو في القاعده المشتركه بقى، الفرش في الاتجاه الطويل ده اساس، انا بفضل دايما الفرش في الاتجاه الطويل والغطا في الاتجاه القصير. ده بالنسبة للقواعد المشتركة في حالة إذا كانت القاعدة المشتركة بمفهومها البسيط. يعني إيه مفهومها البسيط؟ يعني القاعدة المشتركة شكلها عامل كده، القاعدة المشتركة شكلها عامل كده، والعمود عليها كده، والعمدان دي متكررة بالشكل ده. دي القاعدة المشتركة بالمفهوم البسيط. لو جات لك قاعدة مشتركة كده، لا اسمح كلامي، والفرش في الاتجاه، الفرش في الاتجاه الطويل افضل، وده هقولها لكم لما نوصل للقواعد المشتركة. طب لو ما كانتش بالشكل ده، لو كانت القاعدة المشتركة بالشكل ده مثلا، شكلها كده، شكلها عامل كده مثلا، كده شكلها عامل كده، الأعمدة فيها مش منتظمة فشكلها شكلها عامل كده مثلا، فدي أشبه باللبشة. مش قاعدة مشتركة، هي قاعدة مشتركة بس بتبقى أشبه باللبشة. فدي تدور على الحديد الإضافي الأكبر فين وتحط الفرش في اتجاهه، تمام بالشكل ده. دي قاعدة مشتركة مش منتظمة، تدور على الحديد الاكبر فين وتفرش في الاتجاه ده، تمام. ده بالنسبه في حاله القاعده المشتركه. اما في حاله قاعده الجار، الفرش بيكون موازي للجار، الفرش بيكون موازي للجار. اما لو الجار يعني انت القاعده نفسها حوالها اتنين جار، ليه الفرش يكون موازي للجار؟ لان الجنب التاني اللي مش موازي للجار بيبقى عليه مومنت، ما عندناش مشاكل، بس معظم المومنت ده بيبقى فيه شداد زي ما هنشرح بعد كده. الشداد ده بيبقى ماسك القاعده كويس جدا ان هي تتقلب الجنب التاني، فبتبقى الشداد ده مسيف المومنت عندك، بيبقى معظم المومنت اللي مش مسيف بيبقى في الاتجاه التاني، يبقى الاولى ده انك تحط فيها الفرش. القاعده بقى اللي بين جارين تفرش الفرش يكون موازي لانهي جار فيهم؟ هقول لك على حاجه، هو بالنسبه للاتجاهين فيه سمل او فيه شداد، اسف في شداد، الشداد القريب الشداد الاقصر فيهم متحمل اكتر يشيل عزم اكتر، والشداد الطويل فيهم يشيل عزم اقل، لذلك الفرش يكون موازي للاتجاه القصير عشان الجنب التاني هو اللي بيبقى ضعيف، تمام. في القواعد الوسطيه زي ما قلت لحضرتك، لو الرفرفه متساويه افرش في اي اتجاه، لو الرفرفه مش متساويه الفرش يكون في الاتجاه الرفرفه الكبيره. اما القاعدة الشرطية، الفرش في الاتجاه الطويل، الفرش في الاتجاه الطويل والغطا في الاتجاه القصير، دي انا مختلف معاها، مش مظبوطة تماما. القاعدة الشرطية دايما الفرش فيها يكون عمودي على اتجاه الحيط. يعني مثلا انت عندك دي قاعدة شرطية اهي، ده قاعدة شرطية زي ما حضراتكم شايفين، الفرش المفروض يبقى في الاتجاه ده،
لان العزم الطول اللي في الجنب ده الحيطه بتبقى جايه عليه مسيفاه، ما فيهاش اي مشاكل. الحيطه بتعمل في الحاله دي كسمل كبير او كستراب بيم. فالمفروض الفرش يبقى في الاتجاه القصير ده مش في الاتجاه الطويل، تمام؟ تعال نشوف حاجة تانية كده. استلام عدد الأسياخ في القعدة. لو أنت عندك قاعدة بالشكل ده أبعادها 3 متر في مثلا في 2 متر، وعايز استلمها الجنب ده مثلا 7 في 16، الفرش 7 في 16، هفرش في الاتجاه ده. اولا تعمل ايه؟ تقول له 7 في 3 بكام؟ 3 في 7 ب21، زود سيخ بادي، زود سيخ بادي يبقى كام؟ يبقى 2. 3 في 7 ب21، زود سيخ بادي يبقى 22 زي ما حضراتكم شايفينها. يبقى المفروض تعد عدد الاسياخ كده 22 سيخ. وطبعا اي رقم بيجي لك تقربه للاكبر. ده يعني لو كان مثلا، لو كان 20 مثلا 1 من 10، لا خد ال 20، 20 و4 من 10 برضه خد ال 20، 20 ونص في الحالة دي هيظهر عندك فرق في التقسيط، لا خدها 21، 20 و6 من 10، 20 و7 من 10 خد ال 21. طيب زي ما قلت لحضرتك كده، انت بتعد عدد الاسياخ. قبل ما تعد عدد الاسياخ تحسب الاسياخ. عندك القاعدة مثلا كانت 3 متر، تضرب 3 متر في المفروض في 7 في 16، 3 في 7 ب21، وتزود عليها سيخ بادي وتعد العدد ده. لو حضرتك عدته دلوقتي هتلاقي 22، وبالمثل الجنب ده 2 في 6 ب12 زائد 1 يبقى 13 سيخ. عد ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 سيخ مظبوط. ولو ضربت المتر بتاعك في اي اتجاه زي ما قلت لحضرتك في اللبشة، لما تيجي تضرب الشريط بتاعك خليه بين سيخين زي كده، بين سيخين ما تخليش زي كده، بين سيخين، وتعد 1 2 3 4 5 6 يبقى كده مظبوط. لو خليت الزيرو الشريط او الدبلة بتاع الشريط على سيخ منهم، عد 6 وزود على 1 يبقى المفروض تعد 7 تسياخ، تمام؟ ده بالنسبة لإيه؟ لاستلام العدد، وتأكد من القطر اللي انت اللي الحداد مستخدمه وانت بتستلم. تعال نقرا الملاحظات دي. ربنا يجازي خير الناس اللي كتبت الملاحظات دي. تعال نقراها مع بعضينا. نادرا ما يقوم المصمم بوضع الاسياخ الكليه للقعده. يعني يقول لك يعني نادر لما يكتب لك مثلا ان القعده دي بتشيل 30 سيخ او تشيل 40 سيخ، لا يكتب لك 6 في 12 6 في 16 هتشوف كده وهتشوف كده، زي الجدول اللي وراته لحضرتك ده، هو كاتب لك 6 في 12 مش كاتب لك العدد الكلي. مثال المتر خمس اسياخ وكانت القعده 2 متر، فيقوم بوضع 11 في 12 اللي هي 2 في 5 ب10 وتزود عليها 1 يبقى 11. فهذا يعني انه حدد عدد الاسياخ الكليه في القعده بالبادي. لاحظ لم يضع علامه في المتر، علامه في المتر، فتكون 2 في 5 ب10 زائد 1 يبقى 11 سي. وهذا افضل لان الحداد عندما يحسب عدد الاسياخ المطلوبه طلعت مثلا 9.5 سيخ او 9.3 او 9.8 سيخ، فيضع الحداد 9 بس ويهمل النص والتلاتة من عشرة والتمانية من عشرة. لذلك وضع المصمم العدد الكلي المطلوب راسه. اما بالنسبة اذا لم يضع العدد الكلي وترك الحسابات لنا، ففي هذه الحالة يفضل ان اذا كان العدد 9.1 9.4 يهمل العشرات ويكتفي بالعدد 9. اما اذا كان العدد 9.5 و9.9 فيقرب الى رقم 10 اللي قلتها لحضراتكم ازاي تستلم عدد الاسياخ. تعال نقرا برضو الملاحظات التانية دي كده عشان طولنا عليكم الحلقة دي. طريقة توزيع الاسياخ في القاعدة بطريقة توفير الحديد، بمعنى ان اي قطعة زيادة في الحديد لازم استفيد بيها. بمعنى اخر ان طول السيخ كاملا 12 متر، ده اللي هو البقر العاد، وكان طول سيخ الفرش 2.5. لو قطعتها الى 5 قطع فتكون 5 في 2.5 ب 12.5، وده طبعا مش هينفع ولكن الطول كله 12،
فنغير عدد القطع الى 4 قطع، فنقول له 4 × 2.5 يبقى 10 قطع، يتبقى من عندنا كام؟ 2 متر. لازم استفيد بالاتنين متر دي بقى، اعمل ايه؟ لازم استفيد من السيخ الاتنين متر دي. هتشوف هتستخدمه فيه، لو هتستخدمه في قاعدة تاني مش مشكلة، فواعد اخرى او اشاير او كراسي او تخانات او اي شيء يحتاج الى سيخ 2 متر. اذا لم يكن هناك قواعد تحتاج الى سيخ 2 متر، فنغير القطع الى 3 بدل الـ4 دي، نخليها 3 ونجرب، نقول له 3 × 2.5 ب7.5، هيفضل عندي ايه؟ 4.5. نشوف هل في قاعده تحتاج الـ4.5 دي ولا لا. انا الفكره عندي ما بتكلمش على قطعه ولا اتنين، لا الفكره عندي ان انا بتكلم على قاعده مثلا فيها 60 سيخ او 40 سيخ، فلما يطب عندي اربع لما يطب عندي 2 متر في 40، يبقى معناها ان انا عندي 80 متر حديد بقى خرد ضاعه، وهكذا بقى. شوف دي في قاعده واحده، شوف انت المشروع عندك فيه كام قاعده، فانت بتتكلم على حاجات كتير، يعني على كمية كبيرة هتسقط، يعني ما بتتكلمش على حتة صغيرة، فتكون 2.25. ونشوف قاعدة او اي شيء يحتاج الى سيخ طوله 2.25، وهكذا حتى تصل الى عدم وجود قطعة زيادة هالك بقدر الامكان، يعني توفير في تقطيع الحديد اقرب للصح. وهذه الطريقة تحتاج الى وقت اطول لكي تقوم بتوزيع وتفريد وتقطيع الحديد بدقة عالية جدا، وبالتالي توفير في تقطيع الحديد حتى لا تسبب تسبب خسائر بسبب التقطيع الخاطئ. ده طبعا شغلانة المكتب الفني. تعال نتكلم عن البراندات. بيقول لك بشكل عام اي قطع خرساني يزيد عمقه عن 60 سنتي، سواء كان اواعد منفصلة او جسور او شدادات او اواعد، اي حاجة او اواعد مشتركة، تستخدم او تستعمل البراندات بقطر 10 ملي للحد من تأثير تمدد وانكماش الخرسانة، عشان الشرينكج بتاع الخرسانة بنحط براندات في الاواعد زي ما حضرتك شايف اهو، بالاضافة لان فوق خالص بتحط حاجة اسمه سيخ حزام، ده بيبقى بقطر 10 ملي، هو الافضل ان انت تحطه من بره، بس ده بيقلل الكفر بتاع الخرسانة، ففي ناس كتير بتحطه من جوه وده برضو كويس، بس الافضل كترابط ان هو يتحط من بره، بس عشان بيقلل كفر الخرسانه في ناس بتحطه من جوه. المهم ما يبقاش فيه ده بالنسبه للحذاء. بالنسبه للبراندات اهم حاجه ما يبقاش فيه اقصى مسافه بين كل براندة والتانية 30 سم، اقصى مسافه بين كل براندة والتانية 30 سم، عشان الشرينكج بتاع الخرسانه. اشاير الاعمده طبعا بتستلم الاواعد، واستلمت الحداده كويس واستلمت النغاره بتاعت الاواعد، ما تنساش تستلم الاشاير بتاعت الاعمده، يبقى معاك جدول للاشاير وجدول جدول اسف لقطاعات الاعمده، ولوحه مرسوم فيها كل عمود ده عين كام، وتعد الاشاير بتاعتك في كل عمود، وما تسيبش عمود لما تعد الاشاير بتاعته، عشان بعد كده ما نزرحش اشاير، عشان الحدادين ما يضحكوش عليك في عدد الاشاير ويسرقوك في اشاره ولا اتنين. فتتاكد من البدايه ان الاشاير طالعه من القاعده بعددها مظبوط تماما، وتكون محققه طول ترابط مع الاشاره مع العمود تماما، وطول الترابط ده حكينا فيها قبل كده في اللبش، طول الترابط بيساوي يعني اول حاجة فوق القاعدة لازم الحديد يبقى ممتد من فوق القاعدة هنا طول ترابط 60 الفاي، وتحت في القاعدة نفسها يكون ممتد 60 الفاي او اكتر، بس مش اقل من كده، يعني لو كانت الدي دي اكبر من ال دي، فاذا تعمل ال دي اللي هي جوه القاعدة بيساوي الدي زائد 20 سم، تعمل رجل 20 سم، شرحناها قبل كده. طب لو كانت الدي دي اقل من 20، اقل من طول الترابط، اقل من ال دي، اذا تعمل ال دي كلها بتساوي ال دي، ال بيساوي ال دي، بس بشرط ان البي تكون بيساوي 20 سنت او اكبر. عند زيادة سمك القاعدة عن 1 متر يتم عمل شبكة حديد علوية مستقيم، ويتم تحميلها على حديد الحزام.
إذا كانت أبعاد القاعدة ليست كبيرة، أما لو كانت أبعاد القاعدة كبيرة يتم عمل كراسي لحمل الشبكة العلوي. غالبا إحنا لو فيه أي شبكة علوية في القواعد بنعمل لها كراسي، لو في أي شبكة علوية في القواعد بنعمل لها كراسي. طب إمتى بنعمل الشبكة العلوية؟ دي بتبقى جاية لنا في التصميم يقول لك لازم تعمل لي شبكة علوية هنا 6×12 في الاتجاهين. طب بتعملها ليه؟ اولا لما القاعده بتكبر شويه سمكها بيكبر بتعمل شبكه للحديد عشان الشرينكج، او لو كانت التربه قويه شويه فالتربه القويه دي رد فعلها بيأثر على القاعده بحمل بعزم سالب على القاعده من فوق، فبتضطر انك تعمل شبكه تقاوم الشوط العزوم السالبه دول. تمام، تيجي بقى انت عايز تستلم القواعد ندردش فيها شويه كده. اول حاجه تتاكد من نظافه حديد التسليح وعدم وجود سطح، ده اول حاجه. مراجعه نوع واقطار، نوع الحديد واقطاره، يعني انت لو اقل قطر ممكن تستخدمه في القواعد في الاساسات عامه قطر 16، حديد 16 مل. وتتاكد طبعا وتستلم العدد والاطوال بتاعتك مظبوط. بالنسبه للاطوال تعال نشرح كده ازاي بتحسب طول السيخ اللي المفروض يتحط في القاعده. انا عندي قاعده 32 في 53، 32 في 53 في ارتفاع 60 سم، عايز اشوف طول الحديد اللي هيتحط فيها. اولا القاعدة 32 اهي، والارتفاع ده كله ده كده 60. انت بتسيب 5 سم من فوق كفر و5 سم من تحت كفر، اذا الرجل دي بقت 60 ناقص 5 ناقص 5 يبقى 50. بعد كده خلصنا من الرجل دي بقت 50، اللي هي قصادها برضو الرجل التانية بقت 50، اللي هي بتساوي ايه؟ الستين كلها ناقص كفر من تحت 5 سم وكفر من فوق 5 سم. طيب الاتنين تلاتين دي بتسيب منها كده من هنا 5 ومن هنا 5، اللي هي معناها 32 ناقص 10 اللي هي 55 بقت 22. يبقى طول السيخ عندي من تحت 22 ودي 50 وده 50، يبقى كله على بعض كام؟ يبقى كله على بعض 23. ده بالنسبة لو هتعملها حرف اليو، هتعملها حرف ال ال بقت 50 و22، الرجل التانية طار. طب تعالى شوف الجنب التاني التلاتة ونص، طير منها 5 سم من هنا و5 سم من هنا يعني 10 سم، يبقى 43. قادر الجنب ده كله ده كده 43، والرجل زي ما هي 60 سم، حوش منها 5 من فوق و5 من تحت يبقى 50 سم، بقت بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. تمام، دي كده فيها اي مشاكل؟ اظن انك عشان تجيب طول طول حديد التسليح بتاع القاعدة حاجة سهلة جدا. تمام، تشكيل ورص الحديد طبقا للرسومات. تمام، مراجعة اماكن اشاير حديد الاعمدة وربطها بالكنات، وتراجع الحطط بتاعت الاشاير كمان، تستلم حطط الاشاير تشوف الاشاير في اماكنها بالظبط ولا لا، تستلم القواعد كويس. بعد ما تستلم القواعد تستلم حطط الاشاير عشان بعد كده الاشارة ما تطلعش مرحلة ونضطر نقرب الحديد وكلام احنا في غنى عنه. مراجعة أقطار وعدد وطول أشياء الأعمدة، طبعا التأكد من ترابط الحديد جيدا، تركيب كنب عيون لأشياء الأعمدة، تركيب كراسي للحديد العلوي، تتأكد إن حديد الكنات بتاعة كنات السملات معدية مكملة في القاعدة، تتأكد إن كنات العمدان هي اللي مكملة. تعال نشوف الصورة كده. اهي هنا كده مفيش كنات، تتاكد ان الكنات هي هنا كده اللي مكمله اهي، تتاكد ان في هنا كنات، تتاكد ان كنات السملات موجوده في القاعده نفسها، كنات السملات تكون موجوده في القاعده نفسها وكنات العمدان مكمله. بالنسبه للصوره اللي فاتت دي اللي بيعمل الحديد ده اسمه كابولي، بيعمل عشان يربط بيه الاشاير الاعمده، وبيقول لك كمان ان هو بيقاوم جزء من البانشنج. انا مش مقتنع بالموضوع ده، بس هو بيقول لك بيقاوم جزء من البانشنج حديد الكابولي اللي هو قدام حضرتك ده اهو. واحيانا لما القاعده مساحتها بتكبر شويه بيبقى فيه جزء من النيجاتيف مومنت على القاعده من فوق، فبيحط الحديد الكابولي ده. اشاير الاعمده في القعده لو كانت رجلها لجوه زي ما حضرتك شايف كده او رجلها لبره دي مش هتفرق معايا، ده رجلها لبره اهو دي مش هتفرق معايا خالص. اهم حاجه يكون فيه
كان من فوق تمسك العمود وكان من تحت تمسك العمود عشان ما يتحركش اثناء الصب. وزي ما قلت لحضرتك كانت العمدان تكون في جوه القاعده، يكون في كانات، والسملات كاناتها برضو مكمله جوه القاعده وتقف عند وش العمود، وتكون المسافه بتاعت السملات يعني اقرب كانه بالنسبه للعمود ما تزيدش عن 5 سنتي. يعني ادي العمود اهو، الكانه اهي، اول كانه بعيد عن وش العمود ما تزيدش عن 5 سنتي. ده كانت كل حاجه ان شاء الله في القواعد. ان شاء الله الحلقه الجايه عشان طولنا عليكم نتكلم عن السملات، حديد السملات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.